ذكرت العربية نت بأنها حصلت على مستندات رسمية في صنعاء تؤكد من خلالها رفض شباب صنعاء لعمليات التجنيد مع الميليشيات الحوثية وتعتبر هذه الوثائق دليلا جديدا على حالة الرفض الشعبي للميليشيات الانقلابية في العاصمة صنعاء لا سيما بعد عمليات الاغتيال والاعتقالات والتعذيب والإخفاء القسرية التي تمارسها الميليشيات ضد أبناء صنعاء وفدت مصادر محلية أن الحوثيين هددوا الرافضين أو العاجزين عن التجنيد بخطف أبنائهم في حال لم يتم تنفيذ مطالبهم المتعلقة بإيجاد أفراد للتجنيد إضافة إلى تغريم كل أسرة كل أسرة ترفض تجنيد أبنائها مع ميليشيات الحوثي